فرسان الإسلام قناة الرائعة تقدم لكم سير العظماء والأبطال والفرسان في التاريخ الإسلامي. رجاء الاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير. الصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق وليس شروق الشمس إلى غروبها. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يقول أحد المشايخ: المراد بالخيط الأسود في الآية الكريمة هو الليل، والخيط الأبيض هو الفجر وليس طلوع الشمس. وسمي الفجر خيطا أبيض لأن أول ما يبدو من الفجر في السماء ضوء كالخيط في الأفق يمتد يمينا وشمالا من الشمال إلى الجنوب، ثم لا يزال يزداد حتى ينتشر في السماء كلها. وروى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. قال النووي رحمه الله: قال أبو عبيد: الخيط الأبيض الفجر الصادق، والخيط الأسود الليل. وهذا هو معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود في الآية الكريمة، فالخيط الأبيض هو النهار أو هو الفجر، أما الخيط الأسود فهو الليل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأجل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، وما كان من توفيق فمن الله عز وجل وحده. وإلى لقاء في فيديو آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.